بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم سلامة حمزة. الفيديو ده مهم جدا، ان هو بتعرف ازاي تصنع يدوي. ان هو بيفصل طبعا، انتوا عارفين طريقة التفصيل، انما المهم هنستفاد من الفيديو ده كتير او ان شاء الله في ان احنا نعرف ازاي الترفيع التاني والشرشرة. شوف السكينة والترفيع هنا، هو بيرفع والتاني بالراحة، وطبعا شايف الكورديلا موجودة قبل التاني. طبعا لو في حد مبتدئ يقوم يعرف كل الكلام ده، وبعدين بيلزق. انا عايزك تاخد بالك من الفنيات والحاجات دي، اهم عندي كتير من كل حاجة. انا هنا هو ماشي بيخيط، شوف هو بيمشي بالراحة مش بسرعة خالص عشان يطلع حاجة كويسة. التفصيل طبعا فصل كل حاجة بعد ما عمل الطنبة مظبوطة وهكذا. الخياطة بالراحة ومكنة عالية زي ما انت شايف. انا هديك بس بعض الملاحظات تاخد بالك منها. هنا دي العلامات اللي بتتحط على الجزمة عشان مكوناتها، كان جلد الوجه صناعي او طبيعي او كده. هنا هخرم الكبسول عادي جدا، ومكنة الكبسول بتركب الكبسول. كل الحاجات بسيطة زي ما انت شايف. الورشة دي كلها شقة صغيرة. بعد كده هيبتدي هنا بيركب الباطس بالفيبرو، وبيحط له حته، الحته دي مهمه جدا اللي هو حطها عشان تاخد نفس التكويعه بتاعه الكعب اللي هيركبه، ميبقاش في فراغ بينهم. وبعدين بيبتدي يشد الفرده، بيفرد البطانه ويفرد الوش، وبيشد بالمسمار عادي جدا زي الطريقه اليدويه اللي احنا بنشتغلها هنا. برضو صناعه واحده في كل حته، بس المهم تفرد البطانه كويس قوي. المهم ان انت تتقن الحاجة وتحطها مظبوط، ما يبقاش في كرمشة، وبداهن وبيدق والعملية تمام التمام، ودق على الشاكوش كويس، ما خلاش حاجة فيها زيادات ولا حاجة. كل الحاجات دي مهمة قوي. الصنفرة بقى عايزك تبص هو بيصنفر، بيعمل عملية الصنفرة ازاي ومن غير ما يلطش الجلد. يعني شوف ميل الجزمة وميل الصنفرة، دي حرفة، مكان الصنفرة صغيرة. ده الكعب ماكسي جاهز اهو باللون اللي هو عايزه، والحته اللي حطيناها عشان لما يجي يطبع بعد كده بيحط النعل الجلد او كان باستيك او اي حاجه، وبيطلع بيه بعد ما يركب الكعب لغايه فوق. وهتشوف بقى حركه السكينه بتاعته وهو بيحيف او بيساوي. بص انا عايزك، كان الاول هو بيطبق ده بالشاكوش، بص بقى حرف السكينه قد ايه اللي هو بيشيل منه. بص الحته اللي هو ماسكها في ايه، سن رفيع قوي اللي بيشيل بيه عشان ما يكونش في طول يجرح الفرده. دي الحاجات اللي عايزك تاخد بالك منها. وبص سن السكينه رفيع قد ايه، اهو اهو ايده رفيع بيشيل شويه في الزيادات، هيصنفر برضه. بعدين برضه هنا في زياده، هنا قلب السكينه ازاي بقى، خد بالك ماسكه السكينه، الحاجات الصغيره دي اللي انا عايزك تشوفها. بص بعيد عن الوش، يعني واخدها بالمقلوب بحيث ان هو بيشيل زياده بس ما يجرحش الوش، وبيجي بعد كده بمطور صنفره بسيط كده يساوي الحاجات. طبعا لو ستيك او جلد او طبعا نبتدي بقى يعمل هنا، بيفوت بيفوتها عده يعني، او مكنته كده، وبيدي حرقان او لون غامق بس حراره، بتبقى شويه حراره مع شويه شمع، وبعدين بيتبع الماركه بطريقه ظريفه جدا. وطبعا ركب الكعب كويس، بيبتدي يركب السروتاكل اللي هي الحته اللي تحت اللي بتحمي التاكل بتاع البلاستيك، الكعب البلاستيك اللي هو حاطه. بعد كده بقى بيصمغ هنا ازاي، هو لو ثبت كده بكم مسمار عادي، شوف برضو في عنده مكنه بسيطه كده هيصمغ، دي بقى بيحط فيها المسامير، دي مهمه جدا، بيصمغ الكعب عشان ما يتكسرش ولا يجلوش حاجه. حط المسامير وبينزل بيها، هيضغط طبعا، حط المسامير بمقلوب عشان المسمار لما يركب ما يعورش الرجل ويبقى داخل ايه جوه، فتبص تلاقي المسمار باين. وبعدين بيبتدي يركب بقى الفرش بتاعه ويظبطه. الحاجات الصغيرة دي شابلونة عشان يطبع بيها على الفرش، الماركة بتاعته بيحط الفرش. يعني ده الانتاج اليدوي البسيط، ممكن تعمله ورشة صغنانة خالص، شقة ممكن يعمل فيها هذا الكلام بمنتهى البساطة، أو أسرة تشتغل وتعمل حاجة، بس المهم الكواليتي العالي، المهم التميز، التميز والكواليتي العالي. ودي الصناعة اللي لازم نهتم بيها كحرفيا احنا في مصر، لان عندنا عدد عمالة كويس، وعايزين نحافظ على الاسطوات والمعلمين اللي بيعملوا الكلام الحلو ده ويعرفوا، وان الستات ممكن تعمله في البيت. شكرا للمشاهدة، ويكون فاتكم ان شاء الله. سلام.